عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله بدون مقدمات غادي ندخلوا في الموضوع ديريكت. من نهار بدات قناه عاشق الببغاء الحمد لله ليومنا هذا، اشنا هما الارباح اللي قدرنا نحققوهم؟ اول حاجه بغيت نقول لكم انني بنيت واحد الفيلا يعني كبيره، دابا نشوفوها. درت واحد الفيلمه كبيره بغيت ندير فيها ليلفاج نتاع البيروكيات، هادشي كله بفلوس تاع اليوتيوب الاخوان. ملاحظه يعني الارباح اللي من نهار حليت قناه ليومنا هذا اللي دخلت، ومنين صايبت الفيرمه دروكا خدام، شريت طوموبيل حتى هي جديده من ارباح اليوتيوب، وعاد من فوق هذا الشيء هذا كله دروكا كنبريباري ان شاء الله الفيرمه باش ندخلوا ليها الالفاج ديالها. هذا الشيء من ارباح اليوتيوب. ولكن قبل ما نهضر وندخل في الموضوع نتاع هذا الشيء كله، تفرجوا في هذا السيد هذا، تحيه للاخ امين. انا تفرجت في اليوتيوب بارازا لقيت هذا الفيديو، شوفوا هذا الاخ هذا يهضر في الارباح ديالو واش حال حقق، وغادي تشوفوا انا اشنو درت بهذه الارباح ديالي. يعني تفرجوا في هذا ونرجعوا ان شاء الله. تمام ديال المشاهدة اللي كتشاهد في اليوتيوب، وشحال كيربح منك اليوتيوبر في المشاهدة ديالك؟ كتجمع لي فيو على ظهرنا، باغي تخلص على ظهرنا، حشمتي سير خدم لك على راسك. اللي غتصدمو 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 بزاف، لأن هاد الأرقام اللي غادي نعطيكم أرقام هي الواقع. إلا قال لكم شي واحد شي حاجة أخرى غير كذب عليكم. ولكن بالتذكير أنا كندوي على محتوى مغربي 100%، قناة مغربية 100%، كيفما غادي تشوف. المهم السلام عليكم، حنا رجعنا. دابا انا داخل المحتوى ديالي، القناة ديالي 100%. المهم كيفما كتشوفوا هذه الاحصائيات والستاتستيك اللي عندي الحق نبينها، ديال 28 اخر يوم ديالي ديال المداخل. كيفما كتشوفوا عندي 34000 ديال مشاهدة في 28 يوم، وهاد 28 يوم قدرت نحقق فيها 3.37 دولار. هادشي كيبان لكم ارقام ضعيفه بزاف، هذا بالنسبه للمحتوى المغربي. مي بالنسبه للمحتوى الاجنبي او الاوروبي راه كتكون فوا عشرات المرات. صافي ديك هذيك 34000 تقدر تدخل لي 34 دولار. هادشي علاش كيتعتبر المحتوى المغربي من اضعف المحتويات في العالم. كيقول لك قناه فيها 10000 متابع اوروبيه احسن من قناه فيها 100000 متابع مغربيه. لهذا انا غادي نوريكم العمليه الحسابيه كيفاش تعرف القيمه ديال كل مشاهده. مهم ناخذ الحاسبه وغادي نحسبوا، غنديروا 34000، غنديروا 3.5 دولار مقسومه على 34000، وغادي نشوفوا شحال غادي تخرج لينا. كيف ما كتلاحظوا بان كتساوي 0.0001، اللي كتعني بان 10000 كتعني بان 10000 مشاهده خصك 10 دراهم، بان 1000 مشاهده منك يلاه كتساوي درهم. هادشي علاش الاخوان الى بان لكم شي محتوى زوين ما نحاولوش نحطمو، ودوك لي كومونتير نيجاتيف ما كاينلاش، بالعكس نحاولوا نحمسوا واحد الانسان ونحاولوا نخليه يوصل بالقناه ديالو. المهم كانت هي واحد العمليه حسابيه بسيطه. المهم دابا غادي ننتقلوا باش نكملوا الفيديو ديالنا وباش غادي تفهموني اكثر. يلا انا رجعت لكم، شفتوا بعدا ما كذبتش عليكم، عطيتكم لي ستاتيستيك ديال القناه ديالي. شي حاجة لي بيرسونال أنا شاركتها معاكم، بالنسبة لي أنا لمدة عامين يلاه قدرت نتخلص أول خلصة اللي القدر ديالها 800 درهم. اللي غتقول لي عامين نجي كضرب في التمارة على قبل 800 درهم، غنقول لك عادي، هاد الدومين كيعجبني ومرتاح فيه ولأني ندير فيه عائلة. لهذا أخي ولا أختي هاد الميساج موجه لواحد الطبقة ديال الناس اللي كتقول لك غتربح المشاهدات على ظهري. فهمني يا أخي، راه 1000 مشاهدة ديالك في شي قناة يلاه كتربحو درهم. راكم قدا زيف طريق وقال لك عطيني درهم غيعطيها لك، ولكن الانسان ما كيرضاش بالمدله وكيحاول يدير واحد الكونسيبت ديالو محتوى باش يوصل فيه. لهذا اخي ماشي شي حاجه صعيبه درت فيها متابعه في القناه وفعلت زر لايك، راك غير غادي تحمسو باش يعطيك اكثر. لهذا الاخوان عجبك واحد المحتوى غير تبعو، ولا ما عجبكش دعمو وخليه باش يعاود يوصل ويزيد. راه شي حد ما كيبدا كبير، كلشي كيبدا صغير، وما كبير غير الله سبحانه وتعالى. لهذا الاخوان هذا الفيديو كان قصير لكم، وباش تفهموا بان راه 1000 مشاهده ديالك يلاه كطيب درهم. هذه تحيه لهذوك اللي اغلبيه شفتهم كثروا في الجروبات نتاع انت، ولاو تيدخلوك فلوس لادسنس، هدقتي فلوس اليوتيوب، وليتي كتحط لنا حلقات يوميا، وليتي كتفلع لنا في العناوين، وليتي كدير عناوين ضاله. اول حاجه بغيت نقولها قبل ما نهضر في هذا الشيء كله، كاين واحد النوع، واش انت ما عندكش معايا ما كتحملنيش، خرج الماء والشطابه تلقى الباب. هادي تنقولها لك من هنا، وما تفرجش فيا، ما تابوناش عندي، ما تدخلش عندي، انا ما فهمتش. واحد النوع تيقول لك هو ما تيحملكش، وكتلقاه هو اول المشاهدين. يعني فاش كنحط انا حلقات ديالي
اول ديسلايك واول تفريجه كتكون ديالتهم هما، يعني هما اللي كيتفرجوا ومتبعين ليا اكثر من نتوما متبعين ليا. يعني المشاهدين تيحبوا قناه عاشق الببغاء تيتفرجوا فيها في الوقيته اللي كيكونوا هما مثاليين كيدخلوا يتفرجوا. هادوك لا، هادوك اللي تيكرهوها هما اول المتتبعين ليا. تحيه لكم، انا بعدا كنقول لكم تحيه للناس اللي كيحبوا قناه عاشق الببغاء، وتحيه للكارهين ديالها لانني طاحينكم الحمد لله. ندخلوا في الموضوع ديالنا، انه الاخوان واحد النقطه بغيت نقولها انا للمتتبعين تاع قناه عاشق الببغاء، وحتى اللي كثروا في الجروبات وكلشي تيقول لك راه عاشق الببغاء ولا كيدخل لها سنس ولا كيدخل فلوس. فراسكم الاخوان، ثمن طوير اصغر طائر كاين عندنا دابا هنايا في المجموعه، ثمن اصغر طائر باقي ما دخلناش من نهار بدينا اليوتيوب ليومنا هذا. والدليل نعطيه لكم، انا ما عنديش مشكل، ها هي القناه ديالي، ها هما الارباح شوفوهم قدامكم. يعني هذا الشهر من نهار رجعت، يعني من نهار الفيديو اللي كتشوفوها هو بيطلع لكم تاع هاني جيت للشناقه، فهاد المده كنت غابر، يعني فاش رجعت رجعت بالفيديو تاع هاني جيت للشناقه. ليومنا هذا ها انتم شحال وصلنا نتاع الارباح، يعني هاد الفيديوهات كاملهم تاع الحلقات اليوميه باش تفهم تاخذ ثمن خنشه نتاع البيروكي اللي كياكل هذا باقي ما صورناهاش من هذوك الحلقات نتاعك. هي باش نفهمك اشنو هو اليوتيوب المغربي واشنو هو الكاميرا، اشنو هو اليوتيوب المغربي واشنو هو اليوتيوب الاجنبي. حيت دابا 1000 مشاهده نتاع المغاربه، انت اللي كتشوف مثلا انا كنحط حلقات يوميا بشحال كنصور في الحلقه راه 4 دراهم ما كتوصلهاش هذيك الحلقه ديالك. اللي كيتصحابك انت كنشوف تشوفني كنجيب حرقه، انا راه الحرقه ديالي هي اللي كتخليني نسجل حلقات يوميه ونحطهم يوميا ونجيب الجديد ونعرف الناس بهاد الانواع ونحببهم للناس ونحبب لهم الهوايه باش الهوايه ديالتنا تطور وتزيد لقدام. هذاك الشيء علاش كتشوفني كنهضر بحرقه، ماشي حرقه ديال الفلوس اللي ما هضراني انا اللي كنجلس وتنصور زباله تجلس معكم في كل حلقه وكتجي تبداو في الجروبات راه ولا كيحط الحلقات يوميه راه كيدخل فلوس لادسنس. انا رسالتي بغيتها توصل والحمد لله يعني بدات كتوصل، وبدا اغلبيه الجمهور من العائلات ومن الصغار دابا كنتلاقى في السوق ولا شي بلاصه مع صغيور كنلقى تيعرفني مزيان وعنده معلومات، يعني ولا كيعرف الكابوني ولا كيعرف بزاف د الحوايج. الحمد لله هادشي اللي بغيت نوصل ليه. اما 4 دريال ديالتكم اكون على يقين حتى خنيشه نتاع هاد البيروكي بوحدو ما غاديش ما جيبيهمش ليا الحلقات نتاعكم. ها هو الدليل عاوتاني نحطو لكم تاع من نهار جيت ليومنا هذا. انا الحلقه نتاع تندات الهوايه ان شاء الله غادي تطور ما غاديش تبقى هكا، هي اللي كتخليني نسجل يوميا. ونزيدكم واحد الملاحظه، عرفتي انت بغيتي تقول انا كندخل معكم فلوس صحيحه ونهار تلقى القناه ديالي ضربه مليون ولا جوج المليون مشترك، وماشي تكون هي ضربه جوج المليون مشترك، خصني يكون عندي واحد المليون مشترك مخلص اللي هو متتبع. يعني الا كنحط حلقه يوميه الا حطيتها دابا خص مليون مشاهد يدخل دابا يتفرج فيها، ديك الساعه هضر معايا غتقول غادي نكون درت الفيلات ودرت القصوره ودرت هادشي كله على ظهركم وعلى ظهر اليوتيوب. اما حاليا اكون على يقين تماما ما عرفتش اش بغيت نقارن لك بها. تمام بنانه دابا، بنانه اللي نعطيها لهذا البيروكي، تمام بنانه، بنانه صغيره نعطيها لهذا البيروكي ما غاديش تدخلها لي هذه الحلقه دابا. يعني انا حاط لكم حلقه والا كاع دابا دخلت لي شي 4 دريال راه دخل لي تمام بنانه كدير 2 دراهم باش نجيبها لهذا البيروكي، فهمتيها؟ يلا دخلوها لراسكم. حيت هادي انا عارف اغلبيه البيبليك في هذوك الجروبات بوكلوخ، ما قاري ما فاهم ما عارف، هما الناس اللي فاهمين راه يكفي غادي يدخل غير المشاهدات اللي ضرب غير ضرب جوج المليون مشاهده من نهار بدات القناه لدابا راه غادي يعرف التوتال شحال دخل. نزيدكم ملاحظه اخرى، هاد المدخول اللي كتشوف دابا دخلته انا هنا في هذه الحلقات من نهار جيت لدابا عرفتي مع من، راه ها هما اللي غادي يطلعوا لك الدول اللي كنصور اللي كيدخلوا واحد شويه الفلوس باش تفهمها. واخا راه من نهار بديت لدابا ثمن مولينا اللي كاين عندي ما دخلتوش في القناه، فهمنا؟ دخل هذه راسك. هي اللي بغيت ناكد لك انه شكون مع من كتدخل الفلوس. يعني كون دابا انا عندي 100000 مشترك، ولكن دوك 100000 مشترك كلهم من المغاربه المقيمين بالدول الاوروبيه، يعني الامريكان، السبليون، بلجيكا، فرنسا، السعوديه، هاد البلايص الا كانوا مغاربه متبعين لك من تما وعندك 100000 مشترك من هادوك، ديك الساعه الا كنت كنحط حلقات يوميه و 100000 مشترك تيدخل كيتفرج فيها قول لي غادي ندير الفلوس وندير العاقه وندير هادشي كله. وان شاء الله علاش لا، اي واحد كيكون باغي وغادي نوصلوا ليه. نتوما نقطه ضعفكم اشنا هي؟ اكبر نقطه ضعف ديالكم هو قناه عاشق الببغاء ما خصهاش تنجح. نتوما نهار كانت 100 مشترك، يعني نهار بدات وكانت 100 مشترك كنتو بغيتو تطيحوها ودورتوها في الجروبات وكنتو بغيتو تطيحوا السمعه ديالتها. علاش؟ باش حتى حد ما يتشارك معاها حيت عرفتوها نتوما تهديد كبير ليكم. ودابا المشكل ولا كيبان لكم، قلتوا ما خليتوا ما هضرتوا ما خليتوا ما قلتوا ما بقى لكم ما يتقال في قناه عاشق الببغاء، تخرات لكم بلا دسنس، تخرات لكم بلا راه هذا ما بقى لقى ما يدير ولا كيحط لنا حلقات يوميه راه ولا كيدخل العاقه لا دسنس. ها هي العاقه شفتيها،
هو لاباس شتيه دابا درت معاكم انا لاباس شتيه، راه نضيف لكم واحد النقطه. من نهار بدات قناه عشق الببغاء يومنا هذا، كلشي دوك الحلقات ودوك الانواع وداكشي كنشوفو مجهود شخصي اللي كنتقاتل وكنموت على هاد الانواع هادي وعلى هاد الهوايه وعلى هاد الشيء هذا باش نوصل رسالتي للناس. والحمد لله بدات كتوصل، ولكن صراحه ما بقيتش انا طامع في 30000 مشترك ولا 40000 مشترك، بين 100 200 300، علاش لا نوصلوا للمليون ان شاء الله. وغادي نطوروا المحتوى وغادي يولي محتوى شي حاجه اللي في المستوى ان شاء الله كبيره اللي غادي يعجب المشاهدين. وتحيه لكم كبيره لكاع الناس اللي كتدعمني، يعني كونوا على يقين انهم دوك التعليقات اللي كنحط عليهم انا قلوبة كون دزت عليهم، كونوا على يقين انه تشجيع كبير ليا، هو اللي كيحفزني انني متى حطيت هذه الحلقه هذه ونقرا التعليقات اللي كيتحطوا من مورا هذه الحلقه، كتزيد تشجعوني كتزيد تحمسني ان شاء الله نزيدوا لقدام ونزيد نطور المحتوى ونزيد نطور الانواع والاشكال، وكل شيء ان شاء الله غادي يجي مستقبلا وغادي يكون تكون قناه عاشق الببغاء في المستوى اللي كتطمحوا ليه نتوما، لا من ناحيه الصوره الصوت كل شيء ان شاء الله اللي كتبغيو غادي يكون ان شاء الله في قناه عاشق الببغاء. وهذا الشيء ان شاء الله الاخوان غادي تصبروا عليا وشويه بشويه ان شاء الله وحنا غاديين معكم. والحاجه اللي بغيت نطلبكم عليها هما اي واحد محب ولا استفد ولا عرف ولو معلومه بسيطه من قناه عاشق الببغاء وكانت عزيزه عليه، ما تخسرش علينا البارطاج وجيم ديك جيم ديالك وبارطاج وداك التعليق اللي كتحطوا ليا، اي تعليق كيف ما كان ولو هو كاين تشجيع كيزيد يشجعني انا لنزيد ان شاء الله لقدام كاملين. تحيه لكم الجيش عاشق الببغاء، وتسناوني ان شاء الله في حلقات جداد. وهذا هي جوابي للناس نتاع لادسنس ولادسنس، وريتكم دابا الفيلات والقصوره والطوموبيلات اللي درت على ظهركم نتوما في اليوتيوب. تحيه لكم، السلام عليكم، تسناوني في حلقات جداد.